ايش هو الدكتور؟ اي ساعه؟ ولا بعد اي ساعه؟ المغرب مش مع الوظايف بالوظايف ما كل يوم. هاي شباب كيفك تامر؟ اهلين اهلين كيف حالك؟ تمام؟ هاي شباب وكيفك تامر؟ بالغلط بالغلط؟ انا منت بهذا الغلط. روح احكي معاها. خلص ايش انسى؟ ما بحبش الاشياء. بس تحب ايش؟ خلص ابراهيم بحبش الاشياء. بحبش الاشياء. بحبش الاشياء هاي. جيل المراهقة الهرمونات بنولدوا بالمنطق كله يجذبني فيكي حتى صمتك سكوتك اللي هو سكوت يحكيني كتير شايفاني عادي بس ما تدري شو جواتي يصير لما اكون لحالي اتخيلك قدامي وانا صرخ ليكي انك انتي شغل بالي نوصل وقت الجد نظرة منك تربط لساني اللي يقول لك انتي ايش مالك هي اللي بتسبي خالي بس وين يا وردة كبرنا يا وردة سرنا نفلت لساني اللي ما يفلتك الا لما تصيري إلنا اليوم انا إلك اليوم بس فهمت انت مش الي الا اذا انا الك بنفعش قلبك ملكي وقلبي يكون ملك كل ما انراضت كل ما عيني عليها زغت اذا بدي نضل اثنين لازم نضلنا بس واحد زائد واحد بعد جيل المراهقة المجتمع بيبدأ يخنق بالمنطق كله بخوفني فيكي بالأخص صمتك علاقتنا بتنكرت وكل ما نزود كلامنا مع بعض بنزود كلام العرب مش فاهم كيف عندهم قلب يحرموا قلب كل الحس بالعواطف وكل الحب انطحن وبيصير أسهل للناس انها تاكلو الناس تشبع من هين والحبيب خوفه يشبع شوقه وشوق كبير وخوف يكبر كل ما نتلاقى من قلة ما نتلاقى صرت أغار من المراسيل أرسلك إياها عشان هتوصل أقرب مني لإلك وصلت مرحلة اللي فيها تعبت علاقتنا رسالات تلفونات عالتلفون يا دوب أسمعك من همسك ومن صرخاتها لأمك تحكي مع حبيبها لسه بجيل المراهقة كان لسه لحكيها زمان زمان وانا صغير الو بنحلم نسمع صوتك كنت بحلم كنت مشغول شوي ولا شيء ايه عاد فكينا هلا روح ادرق لك خليلي طب اسمع جاي يطلبون يوم اثنين خلصوا الحجج واضطريت احكي لاهلي عنك ابوي تفهم الموضوع وقال لي اذا انت جدي لازم تيجي مع اهلك يوم السبت واذا لا ضربك خضرا ايش قلت وصلنا جيل ما يعرفش منطق أسئلة مصرية تأدي لصمت اللي يكسر صمتك كل يوم نفس الموال قتال ما خطرت البال إنه هاي الشغلات البال كسرت البال لما أقولك يا طاعتي كيف تحكي هيك بحبك أخر ما تبعد الكلمة هاي بتشدك وأنا أحبك كمان الحب أحلى رمز هلا يطلع لقدام رمز بطعمي خبز ما أنا بلا شهادة بلا صنعة حياتي النزل الوحيد اللي اليوم ما قابلت ولا طلعة وأنا صامت مستني المستنيني إن كان منه يحميني ولا عاطل يزيني وقلبي يريدك لدرجة انه ما يريد يتخلى عنك وقلبي يريدك لدرجة انه ما يريد يشدك لما صارنا اليوم مصاعب وحياتك عارف وحاسس سؤالك بس وحياتك مش عارف اجاوب الو الو تيان يا برموم ايش الاخبار عنك والله انا ايش كنا بالدنيا اي من نوم انسان عارف ايش منه لا صوتك يا عشمالك مالي لسه خلص ولا ايش بالنسبة لام السبت مالي مسبت طالع معنا وين من طلعين؟ طلعين كل الشباب وين؟ تسألي شوي زيادة على اللزوم طلعين نصيع جاي معانا طلعين نصيع؟ مش عارف عن جد مش عارف بروم برجع لك جواب آخر سلامات يا ورده